اسمع معي الاكستري الثالث والاخير. هذا ميسي رسالة قدام المجلس الوطني التأسيسي نسيح في تونس. نسيح في تونس يحبوا على تعدد الزوجات. لا مش نسيح كل عايش أختي دوكم مع حارة خرجوا عم حبوا يعملوا كيكا وما ما يسيلش نعم ما يسيلش نشوفوا لهم بلين صغيرة هكا يقولوا يشوفوا فيها ما نخدوا المخاطرهم مش نخدوا المشاكل سمحني انت تجدوا بيت هكا ما يسيلش يحبوا ياخذوا ربعة هي تظهر رجل ياخذ لها مرأة أخرى تمشي ما يسيلش. أنت كراجل تونسي ساعدك أنه يفهم تعدد زوجات في البلاد؟ والله ما نعرفش ما حتى قدو مرة واحدة ما نجمعاتش نجمو بالوضعية اللي نعيشو فيها اللهم يكون شو اسمه ذاك المسلسل اللي يخرب على نسيه شو اسمه هو الحاج متولي ولا حاج السلطان ويكون واحد عنده برشا فلوس باش ينجم يعدل بيناتهم ما أنا مستحيل أنا عارفة كان تولي فما تعدد الزوجات في تونس شمس الدين باش يخو أربع نسيه ناخذش أربع نسيه أنا عايش أربع نسيه أنا إحنا في تقاليدنا في حياتنا في تونس ولا في قوه فين 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 راديو ولا فين انت في شمس فين مثبته انا هذا شيء مواضيع عظيم فهمتش معنى هذا ايش صاير في تونس شنو صاير في تونس اعلامي كبر فيه شويه سامحني انا كان انا في عهد بن علي في العهد البائد قولوا البائد هو على مارشال البيت جمهور ما نعرفش شنو حاسيده نعرف كان نغني رامي انا فهمتني ونعرف راي بصراحه لا مش نغني خاطر نعرف نغني سلسان لا ما كنتش ما فيش هذايا ساعات الاعلام يخبي حاجات قبل كان يخبي حاجات باهي لينا احنا توا حسيت شمس الدين ولي تقول على الاعلام ما نقولش لا 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 مش كله بلاك يخبي ما توريش كل شيء ما توريوش كل شيء سامحني الحقيقه صارت هذه مسيره الحقيقه صارت شويه هكا قداش برشا الاف 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 خرجوا قداش قالوا احنا نسيت وين سنحبوا تعدوا قداش الاف خرجوا العدد بالضبط ما نعرفش كيما وقت الاخرين اللي قالوا مدري شنو كي مشاو البحث بورد فرنسا هذيك كسروا الحكايه كان ما تسميش كسروا هذيك هذيك هذوك خرجوا ندوا زاد انت ضد التعدد الزوجي انا ضد على الاخر ضدك اللي ضاعوا وهي تشيل ما تشيلش لا تشيل هي ما توش ردت تشيل على الاخر وطويله قد درسنيه قد مقالت لافينيو هذيك وضد على الاخر ضد على الاخر ضد على الاخر ضد على الاخر